السلام عليكم. سوف تتمكن أي تلميذ الأعزاء المستوى الأولى بكره من الحصول على نقطة ممتازة في لا بروتيكسيون إكريت والتخلص نهائيا من العقدات ديال لا بروتيكسيون إكريت إلى الأبد. معكم يوسف دلال من خلال قناتكم جو كومينيكتيفي لتحضير امتحان جهوي الخاص بمادة الفرنسية لا برودكسيون اكريت. اذا في هذه الحصة سوف نتطرق الى نوع جديد من الموضوع وكذلك اسلوب جديد خاص بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون شيئا ما نقص في مادة الفرنسية للأسف الشديد. اذا تابعونا. إذن أول شيء سوف نقوم بتحليل السوجي. أول خطوة هي قراءة السوجي وفهم ديالها، فهم ديال هذا الموضوع وكيفاش طرق إلى الانترودكسيون. هما المهمين، هما لي بروميي طاب، المراحل الأولى للحصول على النقطة الممتازة في الامتحان الجهوي. تابعوا. Pour du secret sujet, actuellement il existe encore des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son foyer et que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre réflexion sur le sujet en vous appuyant sur les arguments pertinents et sur les exemples précis. حاول تذكر هذه اللحظة هذه أن السوجي تنقسم إلى أقسام. هذا المنص الموضوع تنقسم إلى أقسام. كاين هناك إشكالية، كاين واحد بروبليماتيك، كاين واحد ليدي، كاين واحد الفكرة تبغيو هما يناقشوك فيها. هي اللي كاينة بالأحمر. Actuellement, il existe encore des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son foyer. إذن كاين هناك عدة أشخاص تعتقد بأن المكانة ديال لا فام ماشي العمل خارج البيت ولكن العمل داخل البيت، أنها تهتم بالأولاد ديالها، تهتم بالشؤون الداخلية ديال البيت، بالشؤون ديال الزوج إلى آخره. وتيجي الدور ديال الرجل هو الذي اي سي لوم كي دوا سيبفونيغ او بوزوان دو سا فامي، هو الذي يضمن العيش للأسرة ديالو، هو الذي خصو يخدم مثلا على برا يضمن العيش للأسرة ديالو فقط. كاين بعض الأشخاص تعتقدوا بهذه الفكرة هذه بأن المرأة خاصها البيت، خاصها تعتني بالبيت ديالها، تكون فام دو فوايي، وبالنسبة للرجل هو اللي يخدم عليها. قالك بارطاجي فو سو بوان دو فيو. هنا فاش يقولك بارطاجي فو سو بوان دو فيو معناه تيقولوا لك خاصك تحضر لنا واحد التكست ارغيمونطاتيف وتبع واحد البون معين، ماشي ديريكتومون جواب. Partagez-vous ce point de vue? Oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas du secret. Pas du secret, c'est que vous avez des étapes. Vous savez les étapes, vous allez dire que vous avez le français. Vous savez les étapes, vous savez que je travaille l'introduction, vous savez que je travaille le développement, la conclusion, vous allez dire que vous avez une thèse. Nous avons besoin de vous dire que vous avez une thèse. C'est ce que vous avez. Partagez-vous ce point de vue, vous avez besoin de plan. لا خاصك تجاوب على هذه الاشكاليه، يا اما بلان سامبل يا اما بلان ديالكتيك. حنا نبسط لكم دابا واحد بلان ديالكتيك، نبسطوه لكم باش تجيبوا واحد النقاط ممتازه. ما نعتمدوش على البلان سامبل، نعتمدو كذلك على بلان ديالكتيك ولكن مبسط لاول مره في على اليوتيوب. اذا ديفلوبي فوتر ريفليكسيون، هادي تسمي كونسين، هذه نوع من التعليمات. قالك ديفلوبي فوت ريفليكسيون سور لو سوجي اون فوز ابويون سور لي ارغيمون بيرتونون اي سور لي اكزامبل بريسي. وتاكدوا عليك هاد لي كريتير، يعني هناك دي كريتير دي فارياسيون دو لاسبيكت تكستويل. اذا باغيم دو نوتاسيون تقريبا 5 بوان. اذا لور دو لا كوريكسيون اون تيندرا كونت دي انديكاسيون كونتينو دون لو طابلو سويفون. اذا ماكسيموم كاين هناك 10 نقاط، اذا 5 نقاط بوحده تدي لكم هذه كونفيرميتي دو لا برودكسيون دو لا كونسي ديكريتور، كوهيرونس دو لا ريغيمونطاسيون، ستركتور دو تيكست، اورغانيزي بروغريسيون دو تيكست. شي واخا ما تكتب لهم والو،
يعطوك واحد النقطة معينة، يعطوك ثلاثة نقاط جوج نقاط، وخا ما تكتب ليهم حتى حاجة، ولكن ان فوا تقاد ليهم تزيد تقاد ليهم المسائل تاخد 10 نقاط ديالك في لا برودكسيون كريت. اذا خمسة النقاط كلها تدي لك كونفورميتي دو لا برودكسيون لا كونسين ديكريتور، معناه واش ما خرجتيش على الموضوع، التزمتي بالموضوع وكتبتي مزيان، كوغونس دو لارغيمونطاسيون الاسلوب ديال الحجاجي عندك مزيان، زعما استعملتي دي زارغيمون، استعملتي دي زيكزامبل ستركتور دو تيكست، منها بروغريسيون دو تيكست، منها اورغانيزاسيون الى اخره، بس تفاديتي الماكسيموم ديال الاخطاء الاملائيه، وتاخذ خمسة نقاط بلس خمسة نقاط اللي تعطاو لكم هنا من ناحيه الاورغانيزاسيون من ناحيه دوت، تحصل على 10 نقاط ديالك ماكسيموم، عديف على لوتيود دو تيكست وتاخذ واحد النقطه ممتازه للغايه في سبيس، وتقضي على العقده ديال لا برودكسيون كريت، العقده اللي تتشكل ضغط كبير في البرودكسيون كريت. اذا تابعونا دائما، راه كاين فيديوهات متعدده سوف اقوم بادراجها في هذه القناه هذه جو كومينيك تي في، حاولت بارطاجها فيك لي زوتر، وكذلك تنخرطوا في هذه القناه، ماشي غير نهايه ديال ها نهايه ديال الامتحان صافي وتابوندوني لاشين، بالعكس غادي تبقاو مستمرين معايا باش تستافدوا اكثر من اللغه الفرنسيه من ناحيه التواصل الى اخره. اذا سوف نتحدث قليلا حول الانتروداكسيون، حيت تلقى بزاف ديال التلاميذ والتلميذات يعانوا من هذا المشكل ديال ما تعرفوش كيفاش يبداو البروجيكت، ما تقراو السوجي الى اخره، ولكن فاش اون فوا تيحط السيلو على الورقه ما تعرفش كيفاش يبدا، هذا هو المشكل الكبير والعويص ديال اغلبيه ديال التلاميذ، ما نقولش المهم اغلبيه ديال التلاميذ. اذا نقترح لكم واحد الحل، اذا تتبان لكم تما واحد الانتروداكسيون بلا فيها جوج سطور، هذيك بيان سور انتروداكسيون باغ ديفو على بصفه عامه، اذا كل واحد عنده طريقه ديال الكتابه، ولكن شنو هو المراحل؟ دابا فسرت لكم مزيان شنو هي المراحل، شنو هي المراحل اللي خاص نديرها باش يكون عندي واحد الانتروداكسيون زوينه. اول حاجه انك تفهم الموضوع، ميمكنش لك تبدا وانت ما فاهمش الموضوع، مثلا في هذا الموضوع تتكلموا حول العمل ديال المراه، كل اللي متفق بان العمل ديال المراه خاص يكون داخل الاسره، وان الراجل هو اللي خاص يخدم على برا. انا فهمت السوجي، فهمتها بهذا التفكير اللي عندي، درت ترجمه هنا في راسي، ترجمت هذاك الشيء اللي اللي كاين في السوجي، ترجمته بهذاك ديك المعلومات اللي عندي او الفوكابولير اللي عندي في راسي، فهمت بان هذاك الموضوع يتكلم على الموضوع ديال العمل ديال المراه، لو ترافاي دو فام. كلي وحدين قال لك ما متفقينش بان العمل خاص يكون العمل ديال المراه خاص يكون على برا، لا خاص صافي تزوجات المراه برا، مشات تزوجات خاصها تبقى تعمل لصالح الاسره ديالها، تعتني بالاسره ديالها، بالاغراض الزوجيه الى اخره، الاولاد، الزوج الى اخره فقط. اما الدور ديال العمل خاص بالرجل، هو اللي خاصو يتكلف، هو القوام ديال الاسره. كاين بعض الناس وكثر منهم تيعتقدوا بهذه الفكره، هذا فكر، وكاين فكر اخر تيقول لك لا، تقول لك المراه خاصها هي تعمل بجانب الاخ ديالها الرجل باش تعاونوا على الزبان، باش تعاونوا على الزبان، تسمعوا ولا ما تسمعوش، هذا راي اخر تيقول لك يا سيدي المراه خاصها تخدم او ميم طون تعتني بالاسره ديالها، او ميم طون تخدم بحال دير جوج ادوار، حتى الراجل كذلك حتى هو يدير جوج ادوار، حتى هو يعتني بالاسره ديالو، ماشي غير يخدم صافي فقط، لا يعتني بالاسره ديالو وكذلك يخدم، لا بجانب اخت ديالو المراه. يعني هذه افكار وتدور لك في راسك، ولكن ما تقدرش
تستعملهم دابا في لا برودكسيون، تستعملهم في الديفلوبمون. هذا هو النقاش، هذا هو الجوهر ديال النقاش. اذا كاين وحدين فريق تيقول لا، كاين فريق تيقول اه، وشنو هو وجهه النظر ديالك انت؟ فهمتي كيفاش؟ فهمتيني كيفاش؟ اذا لانترودكسيون كاين هناك مراحل كيف ما شفنا. اولا انك تفهم ديجا السوجي ودير واحد التقديم ديالو، تقديم تعرف بالسوجي بطريقتك الخاصه. كاين ما نقدرش ندير نجيب لك جميع لي زيكسبرسيون اللي قدرت تستعملهم. لا، انت انت دير المجهود ديالك الراسي انك تقدم الموضوع في جمله او في جملتين فقط. لو مارياج مثلا، لو مارياج هي نونتونت اونتر لي دو زيبو اي لا كيسيون دو ترافاي دو لا فام اي دو روسور دو كوبل، مي بوتون لا ديباتر. هذا بار ديفو. ولا تستعمل هذه الطريقه الجميله انك تعرف بالموضوع par exemple le travail est un droit qu'on doit respecter pour les deux sexes, ça veut dire la femme et l'homme, mais il existe des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son foyer et que c'est l'homme qui doit s'y venir aux besoins de sa femme. Le travail et parmi les droits de l'homme, l'État doit fournir le travail en égalité et en équité pour les deux sexes, pour la femme et aussi pour l'homme. Mais il y a des gens, mais il existe des personnes, mais certaines personnes pense que la femme doit rester à la maison, son travail est de s'occuper de son foyer uniquement, et c'est l'homme le seul qui doit s'y venir aux besoins de sa famille. Mais on trouve aussi des autres qui disent le contraire. Parmi ces deux points de vue, lequel on peut partager. Mon manartez comme des idées. Iden, tabiouna, le fakra al-qadima, inshallah, gadi ntarqo le développement. Khoudou ma'akoum hadda l'introduction, ou khoudou ma'akoum hadda l'introduction li kitalikoum oralement, haoudou tqaidoua, ou d'darbou ala. Le mariage est une entente entre les deux époux, et la question du travail de la femme, et du ressort du couple, mais peut-on la débattre?